مع بدايات القرن العشرين ازدادت أعداد المرضى النفسيين بشكل واضح. في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، شغل المرضى المصابون بالأمراض النفسية حوالي 55% من إجمالي عدد الأسرة الموجودة في كل مستشفيات أمريكا. عام 1935 اخترع طبيب الأعصاب البرتغالي أنطونيو إيغاس مونيز عملية فصل الفص المخي الجبهي، وهي عملية يتم فيها إزالة أو تخريب الجزء الواصل بين نصفي مخ المريض بهدف تقليل أعراض الأمراض النفسية وتخفيف حدة الاكتئاب. توفي العديد ممن خضعوا للعملية كنتيجة للعملية ذاتها، وقام آخرون بالانتحار، وأصيب البعض بتلف شديد في المخ وإعاقات، إضافة إلى حدوث قصور في الحالة العاطفية والعقلية لكل من خضعوا لها. رغم غرابة وإجحاف هذه العملية، إلا أنها لاقت رواجا كبيرا في وقت قصير، حيث أن هذه العملية أجريت لأكثر من 40,000 مريض في الولايات المتحدة وحدها، وفي كثير من الحالات دون أخذ موافقة المريض. والغريب أن مخترع العملية إيغاس مونيز نال جائزة نوبل عام 1949 لأهمية عمليته هذه. قبل آلاف السنين كان المصريون القدماء يصنعون خلطة من الفئران الميتة وبعض العناصر الأخرى لتخفيف ألم الأسنان. أما في إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الأولى فقد استخدمت في معالجة الثآليل، حيث أنهم كانوا يقطعون الفأر الميت إلى قسمين ويضعونه على المنطقة المصابة. استخدم الإنجليز الفئران الميتة أيضا في علاج السعال الديكي والحصبة والجدري. بعد اكتشاف الراديوم ومع بدايات القرن العشرين، بدأت بعض الشركات بتصنيع منتجات مشعة يدخل في تركيبها الراديوم. كما روج الدجالون أيضا أدوية للاستطباب تحتوي على الراديوم. أحد الإعلانات كان يصف فوائد مياه الشرب المشعة الحاوية على الراديوم وأثرها في شفاء العديد من الأمراض. لم تكتشف مخاطر المواد المشعة على صحة الإنسان إلا بعد فترة طويلة، عندما بدأ العاملون في تصنيع منتجات الراديوم بالموت وبأعداد كبيرة. منذ آلاف السنين استخدم المصريون القدماء روث الحمير والبقر والغزلان وبراز الكلاب والذباب لأغراض طبية عديدة. وفي أوروبا وحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت إحدى طرق علاج التهاب الحنجرة باستخدام براز الكلاب، حيث يتم تجفيفه وطحنه وخلطه مع العسل لكي يتمكن المريض من تناوله. استخدام روث الحيوانات في العلاج كان يسبب الكزاز في كثير من الحالات، رغم أن للبكتيريا الموجودة فيه أثرا شافيا في بعض الأحيان. في خمسينيات القرن العشرين ظهر علاج غريب لمرض السرطان، وهو عبارة عن حبوب دوائية تحتوي على غضروف سمك القرش. تم إنتاج هذه الحبوب اعتمادا على بحث قام به الدكتور جون برودن الباحث في جامعة هارفارد، وقد بينت الدراسات الحديثة عدم وجود أي تأثير لهذا الدواء على السرطان. التأثير الحقيقي الوحيد كان انخفاض عدد أسماك القرش في جميع أنحاء العالم.